درهم الناصري صلاح الدين، الدرهم الأيوبي المضروب في حلب سنة 580 هجرية. هذه المادة تأتيكم من الموسوعة المالية في إنسايكلوبيديا العربية قسم المسكوكات الإسلامية. صلاح الدين الأيوبي هو الناصر صلاح الدين بن يوسف بن أيوبة، مؤسس الدولة الأيوبية التي وحدت مصر والشام والحجاز وتهامة واليمن تحت راية الخلافة العباسية. قضى على الدولة الفاطمية وقاتل الصليبيين وانتصر عليهم. تدرج صلاح الدين في الحكم بدءا من توليه وزارة مصر في عهد الحاكم الفاطمي العاضد، ثم قطع الدعوة للفاطميين وأقامها للخليفة العباسي المستضيء بالله، وانتهى الحكم الفاطمي لمصر في سنة 567 هجرية. تبوأ صلاح الدين الحكم بين سنتي 567 و589 هجرية، وكان أول سلطان للشام ومصر، وامتدت دولته إلى الحجاز غرب شبه الجزيرة العربية وبلاد الرافدين العليا العراق وأجزاء من شمال غرب إفريقيا. نقود صلاح الدين الأيوبي: سك صلاح الدين النقود الذهبية والفضية والبرونزية ما بين سنتي 569 و589 هجرية، وسجل عليها ألقابه. بدأ بإصدار النقود في أول عامين من حكمه، لكنها سكت تحت سلطة السلطان نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي. وقد ضرب النقود الذهبية على الطراز الفاطمي الذي اعتاد الناس تداوله في مصر والمناطق التي كانت تخضع لسلطة الفاطميين، ثم حصل التغيير تدريجيا، وعقب ذلك ظهور طرازين آخرين مختلفين من هذه العملات. وكانت الاختلافات بين تلك الضروب الذهبية تتركز في عدد الهوامش ونصوص المأثورات، وقد ورثت تلك المأثورات عموما أعراف السكة الإسلامية العباسية وقبلها الأموية مع إضافات محددة ميزتها عنها. تبين الصورة التالية: دينارا أيوبيا لصلاح الدين ضرب في دمشق سنة 583 هجرية، ويطابق وزنه الوزن الشرعي للدينار الإسلامي. أما سكة الدراهم فجاءت في مرحلتين: مرحلة التبعية لنور الدين محمود فضربت فيها الدراهم تحت سلطة نور الدين محمود، ومرحلة الاستقلال وضربت فيها الدراهم باسم صلاح الدين. وعرفت دراهم مرحلة الاستقلال باسم الدراهم الناصرية نسبة إلى الناصر صلاح الدين. ضرب صلاح الدين الدرهم في عدة طرز، وتعد دار السكة في حلب أشهر دور السكة الأيوبية، وقد تميزت بظهور النجمة السداسية على الجانبين والمأثورات التي كتبت في الفراغات بين رسم النجمة والدائرة المحيطة. الصورة التالية لنصفي درهم ضربا في حلب سنتي 582 هجرية و585 هجرية على التوالي، يبلغ وزن الأول غراما واحدا و48 جزءا من الغرام، ووزن الثاني غراما واحدا و45 جزءا من الغرام. أما دار السكة الدمشقية فكانت لا تقل أهمية عن دار السكة في حلب، إذ صدرت فيها مختلف فئات الدرهم: الدرهم الكامل وأجزاء الدرهم الربع والنصف، واشتركت فيما بينها في التصميم الأساسي من حيث الشكل الهندسي المربع. تبين الصورة التالية: نصف درهم أيوبيا لصلاح الدين ضرب في دمشق بدون تاريخ تحت سلطة الإمام المستضيء بأمر الله وهو الخليفة العباسي، ويبلغ وزن هذا النصف غراما واحدا وثمانية وأربعين جزءا من الغرام. كما تبين الصورة: ربع درهم أيوبيا لصلاح الدين ضرب في دمشق بدون تاريخ، ويحمل اسم الخليفة العباسي المستضيء بأمر الله، ويبلغ وزنه 70 جزءا من الغرام. لقد اشتهرت دمشق بطراز دراهمها الأيوبية التي احتوت بداخل حدودها الدائرية على مربعات منقوطة مماسة لها. كانت أوزان الدراهم الكاملة مطابقة أو مقاربة للوزن الشرعي للدرهم الإسلامي. كما سك صلاح الدين الدراهم المخلوطة بالنحاس وقد غلب عليها فجعلها من صنف الدراهم الزيوف، وقد وصلت نسبة النحاس في تلك الدراهم إلى النصف تقريبا نظرا لقلة الفضة المتوفرة في عهده، ولذلك لم تلق رواجا في الأسواق. درهم صلاح الدين: ضرب هذا الدرهم في مدينة حلب ببلاد الشام، وكانت من أشهر مدن السكة الأيوبية وأعرقها، وعرفت ضرب هذا الطراز من الدراهم وأجزائها النصف والأفلاس. بدأ ضرب هذا الطراز من دراهم صلاح الدين في حلب في أولى سنوات حكمه، واستمرت سكتها متقطعة، إلا أن إصدارها تركز في العقد الأخير تقريبا من حياة صلاح الدين بين سنتي 580 و589 هجرية. خصائص الدرهم: الفئة درهم كامل، مدينة السكة حلب، تاريخ السكة 580 هجرية، الطراز النجمة السداسية، المعدن الفضة، الوزن غرامان و93 جزءا من الغرام، القطر حوالي 21 مليمترا.
مأثورات الدرهم على الوجه في المحيط ضرب بحلب سنة 80 و500 في داخل النجمة الملك الناصر صلاح الدين يوسف ابن أيوب، على الظهر في فراغات المحيط لا إله إلا الله محمد رسول الله، في داخل النجمة الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين. وقد كتبت كلمة المؤمنين متقطعة في سطرين. تصميم الدرهم: يتميز هذا الطراز من دراهم صلاح الدين باستخدام موتيف النجمة السداسية المفرغة التي رسمت في خطين متوازيين تملأ حيز الفراغ بينهما نقاط متلاصقة، ويتكرر ذلك على وجه المسكوكة وظهرها. سك هذا الدرهم في عدد من السنوات وبحسب الدليل النمي المتوفر بدءا من سنة 568 هجرية، واستمرت سكته في عهد صلاح الدين على نحو متقطع، وتركزت معظم إصداراته في ثمانينات القرن الهجري السادس ما بين سنتي 580 و 589 هجرية. لقد ظهرت النجمة السداسية على المسكوكات الإسلامية باعتبارها عنصرا زخرفيا إسلاميا بدءا من زمن الخلافة الأموية، حيث سكت الكثير من الأفلاس التي حملت هذه النجمة بتصاميم مختلفة، واستمر استخدامها في مراحل مختلفة من عمر الحضارة الإسلامية، فظهرت تحديدا على الدراهم الأيوبية وأجزائها أيضا، وكان الغرض من استخدامها زخرفيا بحتا وليس رمزيا أو أيديولوجيا.